سقطة مهنية كبيرة لقناة الجزيرة على مر أو ومسمع من الجميع يضعون إعلان على صفحتهم معًا لإسقاط مصر أين الغيرة على الوطن؟ ها؟ أنت لو مراتك حامل ولقيت حد حاطط على الموقع بتاعه لوجو مكتوب عليه معًا لإسقاط المدام هتسكت؟ لا طبعًا وعلشان كده بقول مصر لن تسقط يا جزيرة وإحنا ننسى بقى خلافاتنا وننسى موضوع مبارك وخلوه على جنب ها ها ونتحرك كده علشان ننقذ مصر. مصر لو سقطت هتضيع عليها السنه وتاني دروس خصوصيه ومصاريف وسندوتشات واشتراك باص وحاجه منيله ب 60 نيله.